بس مش هيعمله، مش ده الشغل بتاعه الطبيعي والتقليدي يعني. في لعيبه الفتره اللي فاتت بتشوف ان هي ادائها في الدوري يضمن لها مكانه في المنتخب، او كانت تستحق ان هي تاخد فرصه المنتخب غير الموجودين؟ اه انا قلت لك عبد القادر، كان كنت مش شايف سموحه ممكن. احمد عبد القادر وشفت كان لو لعب ماتش الاهلي اللي فات ده برضه كان هيبقى كويس. لان عبد القادر عنده ميزه دايما بتكلم فيها، هو بلاي ميكر مش زي اللي موجودين، يعني مش زي قفشه ولا اوباما اللي هو بيلعب ويسلم ويجي وياخد الكوره، لا هو بياخد الكوره ويعدي. في اوقات في ماتشات كتير انت عايز واحد سريع صح ياخد الكوره ويعمل عنده وان الحل تو الفردي ويرقص. غير اعتيادي. مش اللي هو على طول باصي واستلم وباصي واستلم، كويس ده، بس انت في اوقات بتبقى عايز دي، اخد الكوره واروح احط راجل في ظهري واروح اخد فاول، اعمل واحد على واحد، اعمل وان تو، اشوق انا لوحدي والكوره تتلعب لي بسرعه. فعبد القادر مختلف عن قفشه واوباما، يعني شكله مختلف شويه. لو كان اتاخد ساعتها حتى في ايام منتخب اولمبي كنت شايف انه برضه كان لازم يروح اليابان، ما اتاخدش برضه. لكن انا شايف انه لعيب كويس. مصطفى فتحي كان يستحق فرصه مصطفى الفتره فتحي اللي فاتت. طبعا انا هنا في الاستوديو كنت بقول انه يلعب اساسي ماتش انجولا، ان احسن فتره لمصطفى فتحي هي الفتره اللي فاتت، وهو في الطرف اليمين ما عندكش حد، كان حسين الشحات اللي لعبها. الاستخدام الافضل بقى لمصطفى فتحي ايه؟ يعني نلعب طرف مكان طبعا. صلاح، ولا يشتغل في قلب الملعب لا زي ما مش ساعات هيعرف، كابتن احمد سامي بيستخدمه؟ ما اعرفش بقى، شفتوش كتير بيلعب في الحته دي، بس هو دايما بيبتدي من بره يخش جوه، لكن صعب يلعب من القلب بس مصطفى. فكره ان انت خلي بالك برضه انت بتلعب في سموحه وعندك اريحيه مش هتلاقيها في منتخب مصر، صح. فلازم يظبط برضه سيستمه شويه. لكن الماتش فات ما كانش فيه صلاح، فكان ممكن يلعب هو في الحته دي وكان هيبقى كويس، لان هو فت وماشي كويس وحريف وعايز حد يمسك الكوره عشان تطلع عليه، انت مش عارف تعمل حاجه كده. كان في صح. ماتش انجولا تحديدا، يعني مصطفى فتحي كان شايف انه احق انه يلعب الماتش ده بصراحه.